السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البريوش كنديروا بواحد الشكل كيجي زوين بزاف، غادي يعجبكم. مكوناته متوفره في كل بيت. هنا في المكونات عندي واحد معلقه متوسطه ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، كيس ديال الفانيلا، يمكن لكم تسمو باش ما بغيتو، كاس ديال العنبه ديال الحليب يكون دافي. صافي كتخلطوا هاد المكونات هادو حتى كدوب لكم ديك الخميره مع السكر. هنا غادي نضيف 4 كاس ديال العلبه ديال زيت المائده. وهنا غنضيف 4 غرام ديال خميره الحلويات والدقيق عبر 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض وواحد 4 معلقه صغيره ديال الملحه. صافي هنا بعد ما جمعت العجين ما كنقول لكم والو، كنخليه يعني يختمر يضاعف الحجم ديالو، كنرجع نحيدو الغازات اللي فيه وكنديرو هكا على شكل يعني تفرقوه على 8 ديال الكرات. عندكم اختيار، يا اما تخدموا كره بكره او تقدروا تلقوا العجين كامل فاش كيختمر لكم كتلقوه كله وكديروا له الطريقه اللي غندير، يعني ديال الزبده كتدهنوه بالزبده. بالنسبه للكميه ديال الزبده استعملت 3 معالق كبار ديال الزبده هي اللي غادي نفرق في هذوك 8 ديال الفطائر ديالنا. الزبده اللي استعملت انا زبده حيوانيه باش يجيو يكون فطائر من السمين، هنا ما حاشيش بمجهوم ورقي ولكن كيعطيو واحد الشكل زوين. كما ذكرتكم هاد 3 معالق كبار ديال الزبده كتقسموهم على الفطائر ديالكم، كتبقاو تدهنوا غير الزبده تكون عندكم خارجه من الثلاجه من قبل يعني بوماد باش تسهل عليكم باش تلقوها فوق من العجين. صافي هنا غادي ندلف العجين بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، واللي كتلفوها كتحطوها في لاطه ديال الفران وتخليوها تختمر، يعني ماشي تختمر بزاف، واحد شويه باش كتفلحوها. صافي هنا بعد ما كملتهم خليتهم يرتاحوا واحد شويه، غادي ناخذ واحد السكين وغادي نفلحهم الوسط، وعاد ديك الساعه كتخليهم يكملوا الاختمار ديالهم الوقت اللي كتعمرهم باش ما بغيتو تعمرهم كريم باتيسيير او بشوكولا كما غندير انا، او اي كريمه كتفضلوها يعني دلوز او شي حاجه هكا كتفضلوها كتعمروهم. هنا كما شفتوا فلحت مزيان، كتحاولوا توسعوا داك الفتحه اللي درتو وكنوضع فص منها. انا عندي الشوكولاته مخلطه، عندي الشوكولاته الخاصه بالكوكيز وشوكولاته عاديه قطعتها هكا بالسكين وكنوضعها هكا الوسط،
وفاش كيطيبوا ديك الساعه كنزينهم بالمربى ورشهم باللوز. هذا كاقتراح يمكن لكم كما ذكرت لكم تعمروا باش ما بغيتوا. صافي البنات، هنا بعد ما اختمروا ليا كما شفتوا كنسخن الفران على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وكندهنهم بصفار بيضاء. بغيتوا تدهنهم دهنهم، ما بغيتوش تدهنهم دهنهم شويه ديال الحليب، وديك الساعه كترجعوا تزينوا لهم الوجه ديالهم. فغندهنهم بصفار ديال البيض وكندخلهم يطيبوا. انا كنطيبهم للجهتين بجوج، ولكن اللاطه ديالي كنحطها في الاسفل ديال الفران ديالي. الفران انا اللي عندي راه عندي فرن ايتيمات، عندي فرن يعني كهربائي اللي كيسولوني على الفران. انا عندي ايتيمات باش كنخدم ديال 50 لتر. صافي البنات، هنا بعد ما طابوا وتحمروا كما شفتوا الشكل ديالهم راه كيجي زوين. غادي نلمعهم بشويه ديال المربى او ناباج اللي عندكم، وكندير فوق من داك الشوكولا شويه ديال اللوز اللي عندي محمر ايفيلي. والزين كيبقى اختياري، زينوا باش ما بغيتوا تقدروا ترشوه من الاول بجلجلان يعني يطيب معاهم، حتى هما كيجيو زوينين. فاللي بغيتوا راه كيجيو زوين بزاف وخفاف، وهذيك الزبده كتعطيهم واحد المذاق زوين، وحتى الاحتفاظ ديالهم تقدروا تحتفظوا فيهم هكا في يعني في الثلاجه او في المجمد. بقاش ما بغيتوا كتسخنهم كيبقاو رطب كانكم عاد مجدينهم. داكشي علاش كنضيف لهم داك الكميه الزبده، ما كيجوش بحال البريوش العادي، بالعكس كيجيو بحال الشناك، يعني كيجيكم هشاش بزاف. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. كما شفتوا البنات، هذا الشكل ديالهم من الداخل كيجيو هشاش بزاف وزوينين، غادي يعجبوكم. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديده، مع السلامه.